الكويت رقم صعب في العمل الخيري محليا وعالميا نظرا لمساهماتها الكبيرة في إغاثة منكوبي العالم، وأكسب ذلك الكويت سمعة عالمية كبيرة، وهو ما حدا بمنظمة الأمم المتحدة بتسميتها مركزا للعمل الإنساني في العالم. الإقبال الكثيف على هذه الحملة اللي نستهدف من خلالها ترسيخ وتعزيز شعيرة بر الوالدين، والتي جاءت من منطلق قرآني وكذلك بتوجيهات نبوية، فالله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إلزم رجلها فثم الجنة. والكويت عموما يعني من أكبر دول الخليج في قضية مثل هذه المنتديات والحملات الخيرية الجميلة، وتتوخى الأماكن والأزمنة، فهذا شيء جميل، وهذه من أشياء تتصف بها الكويت سواء في جمعيات خيرية أو في وزارات كوزارة الأوقاف وغيرها، فلذا هذه سمة من سمات المجتمع الكويتي وليست غريبة. جمعية المنابر الخيرية اختارت بر الوالدين عنوانا جديدا للعمل الخيري في الكويت، وطريقا مهما لوفاء الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، وذلك عن طريق التبرع لهم في حياتهم وبعد وفاتهم. نظم حملة صراحة هادفة وقيمة اسمها يستاهلون. يستاهلون اللي هم الوالدين، طبعا يستاهلون في كل شيء نقدمه ومهما نسوي ما نوفي. فعشان كذي القيمة هذه ودنا نفعلها، ودور المرأة الكويتية في الأعمال الخيرية، وإن شاء الله وتحت طبعا على أرض الطيبة هذه وبلد الإنسانية. احنا اليوم متواجدين في مجمع الكوت من أجل حملة يستاهلون، وهي لتعزيز قيمة بر الوالدين. هذه الحملة احنا بصراحة اخترناها لان جميل ان الواحد يعطي عطفه وحنانه وصدقاته وكل ما يقدر لوالدينا سواء في حياتهم او في مماتهم لتعزيز قيمة بر الوالدين. العمل الخيري الذي جبل عليه اهل الكويت حقق نجاحات وانجازات واسعة في مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، انطلاقا من الرسالة الإنسانية التي يحملها الكويتيون لكل من يطلب المساعدة في الكويت والعالم أجمع. فهد تركي، تلفزيون دولة الكويت.